الطيران مؤخرا وصلنا لواحد الاتفاق مع رايانير باش تخلق واحد ثلاثه ديال الخطوط مع اسبانيا ايطاليا وفرنسا. غادي يكون الخط الرابط بين بني ملال وبرشلونة، بني ملال باريس، وبني ملال ميلان. واكيد كاين واحد الدعم من الجهه لان باش يديروا مجهود باش يشجعوا، ونظن الدعم ماشي بزاف لان بقاو مليون 1.5 لكل خط. يعني اذا جمعنا ثلاثه الخطوط يعني 4.5 ديال مليون درهم اللي تعطى لهم كدعم للسنه الاولى. من بعد الى شافوا الامور غاديه مزيان وهذه ان شاء الله غادي يمشيو، غادي هذاك الدعم غادي ينقص ولا يحيدوه تماما. وهذا نظن كسب مهم بالنسبه للجهه، لان الجهه غادي عاود تتحرك، والعمال ديالنا والناس الجاليه المغربيه سواء في ايطاليا ولا في اسبانيا ولا في فرنسا غادي تجي مباشرة لبني ملال. وكذلك رايانير معروفة بالثمن رخيص، يعني واحد الثمن بسيط، ونظن غادي ينجح لأن يمكن حتى الناس ديال الطلبة وواحد العدد الناس إذا شافوا بني ملال باريس بواحد الثمن أقل من كازا باريس راه غادي يجيو بني ملال. حنا متفائلين ان شاء الله في الصيف المقبل، مبرمجين باش ان شاء الله في الصيف المقبل يبدوا هذه الخطوط، هذه ثلاثه الخطوط كمرحله اولى. هذا بالنسبه للمطار. بالنسبه لشركه التنميه الجهويه فراسكوم كنا دوزنا في الدورات السابقه احداث دوز اس دي ار، يعني سوسيتي ديفلوبمون ريجيونال، شركه التنميه الجهويه وحده متخصصه في السياحه وحدة متخصصة في المناطق الصناعية. علاش السياحة؟ ما عرفتوا اللي كان مر بواحد الجفاف صعيب وصعيب جدا، والاقتصاد ديال الجهة كان كله عن الفلاحة. اليوم الفلاحة ما قدرش يعني تلبي، خصوصا في ميدان الشغل وما غير ذلك، وفي الاقتصاد يعني جميع الاحتياجات كتعرف أزمة.